طيب طيب احنا عايزين نكمل بس بقيه الابراج اللي هي اللي احنا ما قلناهاش، يعني اخبارهم ايه مثلا الشهر ده السنه دي؟ ليه احنا اتكلمنا، تعال نتكلم كده بوجه عام عن الابراج كلها. بالظبط كده. اوكي تيجي نتكلم عن الحمل الاسبوع دوت. يلا بينا. بقول للحمل خلي بالك الفتره ديت ما تاخدش قرار علشان الفترة الأسبوع ده مش بتاعك، يعني نصيحة مني ليك ما تاخدش قرار. أوكي نيجي للتور. بقول له إلغي قلبك إلغي عقلك شوية، اللي أنت مشغله 48 ساعة في 24 ساعة، حاول تفكر بقلبك شوية. قلبك يعني عقلك محتاج يقف شوية لأن أنت ضاغط على نفسك بزيادة. إلغي عقلك ثواني بس كده هوت كام يوم وفكر بقلبك. لأن في قرارات المفروض تاخدها مش كلها عقل. محتاجين قلبك الفترة ديت يشتغل شوية. تمام.